كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو، دائما نجدد التحية. السبت 23 سبتمبر، نسعد بصحبة حضراتكم على مدى ما يقرب من ساعة منقسمة إلى جزئين. الجزء الثاني هو حواري بامتياز، فيه زميلتي العزيزة شيرين الشايف تسعد بصحبة حضراتكم في حوار مهم مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد التايب من اليوم السابع، عن الحقيقة جملة القرارات اللي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ما حققته الدولة المصرية من إنجازات مؤخرا لتخفيف الأعباء عن المواطنين. أما فقرتنا الأولى فهي فقرة إخبارية بامتياز، نبدأها بأهم ما تناولته الصحف وكالات الأنباء من عناوين أخبار أيضا ومنشتات. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان افتتاح الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا. انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري في نيويورك. شكري لرئيس المجلس الرئاسي اليمني، مصر ملتزمة تجاه توفير كل أوجه الدعم لتثبيت الهدنة الإنسانية. وزارة التموين والتجارة الداخلية تشدد على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء. مؤسسات دولية عن مستقبل الاقتصاد المصري سيحقق أعلى معدلات نمو عالمياً. 30 سبتمبر انطلاق العام الجامعي، الخريطة الكاملة لكل خدمات وحقوق الطالب. 9 يناير سيكون امتحان الترم الأول، و10 فبراير يبدأ الترم الثاني، وكيفية سداد الرسوم واستخراج كارنيه الكلية وبدل الفاقد واشتراك المواصلات كلها متاحة. وزارة التعليم، الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه. ضوابط صارمة تمنع إقامة المنشآت داخل منطقة الحظر لحماية الشواطئ البحرية. الأقصر تشهد حركة سياحية غير مسبوقة في زيارات المعابد وتستعد للموسم الشتوي. رفع 730 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة دورية بقرى مركز خمس مراكز في أسيوط. وأخيراً، وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة بني سويف الجديدة. دي كانت مجموعة الأخبار والعناوين والمنشتات الحقيقة اللي عندنا، عرضناها على حضراتكم، وهننتقل بقى لأول أخبارنا في هذه الحلقة، لنستقبل أيضا اتصال هاتفي عليه، وهو متعلق بفكرة انعقاد آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه اليوناني والقبرصي، وده على هام يعني على هامش اعمال الشق رفيع المستوى للدوره 78 للجمعيه العامه للامم المتحده. السفير احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه ومدير اداره الدبلوماسيه العامه قال في تصريح مهم انه هذا الاجتماع عكس حرص وزراء خارجيه دول الاليه على تاكيد قوه ومتانه العلاقات الاستراتيجيه التي تجمع الدول الثلاث وعواصمها القاهره اثينا نيقوسيا. طيب، أهمية انعقاد هذه الآلية وأهمية التنسيق بين مصر واليونان وقبرص كحوض بحر متوسط وهناك تعاون اقتصادي وسياسي كبير، خلونا نطرح هذا السؤال على الأستاذ دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية اللي موجود معنا عبر الهاتف. دكتور فارس، مساء الخير يا دكتور حامد. مساء النور يا فندم، أهلا بيك وأهلا بالسادة مشاهدة الوزير المصري. يعني حضرتك شايف التنسيق ده وأهميته يا دكتور بين الدول الثلاث؟ يعني طبعا يعني هي علاقات قوية وراسخة وثابتة. انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت دلالة واضحة على أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة لنقل العلاقات الاستراتيجية المصرية اليونانية القبرصية إلى أفاق أرحب، على اعتبار أن الدولة المصرية ومن يتولي الرئيس السيسي صدة الحكم في العام 2014 يعني دشنت آلية التعاون الثلاثي لخدمة القضايا المشتركة بين الدول الثلاث سواء في منطقة شرق المتوسط أو في
إيجاد رؤية مشتركة لخدمة القضايا المهمة ذات الأبعاد الاستراتيجية المشتركة بين الدول. عظيم. هذه القمم كانت أولى هذه القمم عقدت في العام 2014 وبعديها يعني في عام 2015 و2016 في القاهرة وأيضا في العام 2017. يعني كثير من القمم الثلاثية التي عقدت تدل على أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة لتنويع وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين الدول الثلاث وأيضا تعميق الشراكات الاقتصادية على اعتبار أن العالم يئن الآن ويحتاج إلى أن يكون هناك موقف موحد تجاه القضايا فيما يخص الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وبالتالي أرى أن هناك رؤية استراتيجية تم بلورتها بالفعل وأن هناك علاقات تاريخية تجمع بين مصر واليونان على اعتبار أن العلاقات بينها ترجع لعام 1833 وبالتالي هي من أعرق وأقدم العلاقات التاريخية بين الدول. صحيح. عن التعاون الاقتصادي أيضا خصوصا في ظل تعيين الحدود البحرية التنقيب على الثروات في البحر المتوسط، هذا التنسيق يعني وكيف يعود بالخير العميم إن صح التعبير على حوض البحر المتوسط كله في إطار هذا التعاون دكتور حامد من وجهة نظر حضرتك؟ يعني هناك رؤية مشتركة بتؤكد عليها الدول الثلاث أنها تسعى دائما إلى تحقيق مبدأ رابح لكل الدول المتشاركة في منظمة شرق المتوسط، لأن هذه المنظمة كان أساسها هو التعاون والتنسيق المشترك المصري القبرصي اليوناني، وأرى أنه سينعكس بشكل إيجابي كبير في هذه النقطة تحديدا، لأن التوافق في منطقة شرق المتوسط سينعكس بشكل كبير في ظل أن القارة الأوروبية بعد توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا نجد أنها تحتاج إلى بدائل مهمة يعني إيجاد وسيلة للقضاء على العجز المتزايد نتيجة إيقاف الغاز الروسي الرخيص، واللي كان يعني أوروبا جميعها بتعيش رفاهيتها من الحصول عليه، والآن بتحصل على هذا الغاز بسعر 4 أضعاف من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني التعاون في ملف الشرق المتوسط من الممكن أن يحدث انفراجة حقيقية في احتياجات القارة الأوروبية إلى الغاز. وأيضا مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة، وليس فقط الغاز والنفط ولكن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات مع الكثير من الدول في هذا المجال. وبالتالي التنسيق بين هذه الدول وبعضها البعض سينعكس بشكل إيجابي جدا على كل دول شرق المتوسط وحتى أوروبا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، معقبا على هذا الخبر المهم المنعقد المتعلق بنعقاد آلية التعاون الثلاثي اللي بتجمع مصر واليونان وقبرص على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 المنعقدة. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعندنا خبر مهم الحقيقة عن رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية اللي بتواجه الاقتصاد على مستوى العالم، لكن الحمد لله الإصلاحات الهيكلية اللي تمت في الاقتصاد المصري، قدرة الشعب المصري وتعاونه مع الدولة والحكومة المصرية خلى الاقتصاد إلى حد كبير واقف على قدميه، وكمان في نظرة إيجابية من هذه المؤسسات. يعني كمان يعني قيل من قبل هذه المؤسسات أن الاقتصاد المصري سيحقق أعلى معدل نمو عالمي بإذن الله. انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة مؤخرا على الرؤية الإيجابية لهذه المؤسسات لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص. وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابيا للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. طيب التقارير دي صدرت منين؟ إيه المرجعية بتاعتها؟ عندنا صندوق النقد الدولي توقع أن مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وكمان ده خلال يوليو 2022. والحقيقة أنه هذه المؤشرات المرتفعة ستواصل بإذن الله التحسن لأعوام قادمة. طيب إلى أي مدى هذا الكلام يطمئن المصريين وبالتالي يدفعنا لمزيد من العمل؟ خلونا نسأل دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق للبنك الدولي عن رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى كل مستمعينك، أهلا بيك. أولا دكتور عمرو كلنا آذان صاغية، كخبير اقتصادي محتاجين نسمع من حضرتك رؤية تحليلية لواقع الاقتصاد وقدرته على مواجهة هذه الصدمات، وكمان ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدل نمو عالي إن شاء الله. لا العفو، شكرا على المجاملة الطيبة. لا الحقيقة يمكن
الكل بيتابع، واحنا بنتابع المؤشرات الدوليه اللي بيصدرها او المؤسسات الدوليه، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودول اكبر مؤسستين احنا او العالم كله بيهتم بيهم. بس انا الحقيقه سعيد بالتقرير الاخير اللي اشار الى انطلاقه للاقتصاد المصري بعد ازمه كوفيد والحرب الروسيه الاوكرانيه وارتفاع نسبه التضخم اللي موجوده ليس فقط في مصر لكن على مستوى العالم. انا مبسوط بهذا التقرير ليه؟ لان كلنا سامعين الشائعات اللي بقى لها حوالي 6 أشهر عن خلاف ما بين صندوق النقد الدولي وبين مصر حول الشريحه الاخيره من الاصلاحات الاقتصاديه وعدم موافقه الصندوق على البرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، او الخلاف او الخلاف اللي موجود واللي يتمحور حول وثيقه الملكيه الخاصه ودور القياده المصريه او الاقتصاد المصري في انه عايز يفتح مزيد من الافاق للقطاع الخاص. النهارده الصندوق ده مش كلامي ولا كلامك ولا كلام الحكومه، النهارده الصندوق بيشيد بالاصلاحات، بيشيد بقدره الاقتصاد المصري على تحقيق انطلاقه جيده خلال السنوات القادمه، بل بالعكس الصندوق ودي مؤسسه دوليه لا بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت يعني الحكومه، انك تقول لك ان الاقتصاد المصري قد يكون رابع اقتصاد عالمي في نسبه النمو، طبعا دي اشاده جامده جدا. لكن خليني بقى ارجع للصندوق والمؤسسات الدوليه اللي النهارده بتتكلم بشكل ايجابي عن مصر. خليني ارجع ل 2012 2013 لو تفتكر كريستينا جارد. كريستينا جارد مديره البنك الدولي، لما كنا بنحاول ناخد قرض بحوالي 1.4 مليار تقريبا او 2 مليار يعني حاجه لا تذكر بسيطه، وقعدنا 1.4 1.5 الكلام ده 2012 رجعت بينا زي كده لورا. بس انا برجع لورا لان لازم شبابنا يفتكر وشبابنا يعرف واولادنا يعرفوا والشعب المصري اللي ما بيتابعش يعرف الكلام ده وما يتنسيش. كنا بناخد قرض من البنك الدولي والبنك الدولي رفض، واول مره البنك الدولي يرفض، وكريستين لاجارد قالت يعني مصر لن تكون لها قائمه في 2012. عملنا برنامج اصلاح اقتصادي، الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما كانش متفق عليه لان كان في جزء اجتماعي قوي، والرئيس اصر على ان لا يكون هناك برنامج اصلاح اقتصادي الا لما يكون في مظله اقتصاديه، برنامج تكافل وكرامه، اصلاح التعليم، الصحه، المراه المعيله، المصدرين. البنك الدولي والصندوق كانوا في صالح برنامج اقتصادي بحت، الرئيس قال لا تمام لازم يكون في برنامج اجتماعي عشان يشفط الاثار الاقتصاديه الضاره لاي برنامج اصلاح اقتصادي. عملنا البرنامج بالمخالفه لتوجهات الصندوق النقد، اختلفنا معاهم، اختلفنا، مصر اختلفت مع صندوق النقد، مش بتكلم اختلفت مع شركه ولا محكومه. طبيعي برنامج وطني بامتياز بيهدف الى توفير يعني مظله او حمايه اجتماعيه. نفس السيده كريستين لاجارد قبل ما تترك منصبها في 2017 والكلام ده موثق وموجود، قالت انا عايزين نشوف مصر كيف لهذه الدوله استطاعت ان تحقق هذه المعجزه. تمام. اللي انا بقوله من هذا الدرس ان مصر تمام يحصل تباطؤ في النمو، لكن عندنا رؤيه وعندنا قياده وعندنا برنامج وعندنا خبراء وعندنا مستشارين وعندنا وزراء وعندنا وزاره. طيب. يعني عندنا اليه وعندنا دوله شغاله بوجهه نظر او بتوجيه او برؤيه موجوده بقى لها سنوات. ممكن يحصل تباطؤ، ممكن يحصل لان الاقتصاد يعني صعود وهبوط، حتى مجموعه من الاحداث غير المتوقعه، مجموعه من الصدمات زي ما حصل في العالم. تحدث يعني خلونا نتحدث عن حاجه اسمها الدورات الاقتصاديه، يعني يطلع وينزل ويطلع وينزل، لكن المهم ان احنا نكون على المسار الصحيح. فلما يجي النهارده صندوق النقد الدولي يقول لك ان احنا هنبقى ثالث او رابع دوله على مستوى العالم وليس على مستوى افريقيا ولا الدول العربيه ان احنا نحقق اقصى نمو، وان احنا نفضل من الدول، خلي بالك ايام الكوفيد، من الدول ال 18 اللي حققت نسبه نمو ايجابي على مستوى الدول ال 18 من 200 دوله، كنا 18 دوله من 200 دوله منهم مصر حققت نمو ايجابي في ازمه كوفيد. وبعدين يعني بنعبر، يعني انا عارف طبعا احنا عندنا صعوبات اقتصاديه وفي تضخم وارتفاع اسعار، لكن الحياه ماشيه. لا حصل لنا زي دول زي سريلانكا اعلنا افلاسنا، ولا دول زي في امريكا اللاتينيه اعلنت افلاسنا. اليونان لو نفتكر، ربنا يحفظ مصر ان شاء الله يا دكتور. فاحنا يعني الحمد لله على قد صغر حجم مصر، وانا بتكلم على الصغر يعني الجغرافي والسكاني، لكن مش طبعا السياسي، على قد يعني حجم مصر وليست دوله يعني صناعيه من جي 8، لكن احنا على طريق سليم اللي بيها النهارده المؤسسات الدوليه تشيد بهذه الخطه وخطه الاصلاح الاقتصادي. شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.
رجعنا لحضراتكم مجددا. آخر خبر عندنا في هذه الفقرة الإخبارية هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أنه الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب الذي يستخدم العنف اللفظي ضد زملائه. واتكلمت عن بعض المعالجات الخاصة بالتوجيه والإرشاد من قبل المعلم والأخصائي الاجتماعي ودمج الطالب في الأنشطة المختلفة ومقابلته أيضا، ثم في النهاية عند تكرار المخالفة بيعرض على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية. ده الكلام ده معناه إيه؟ وهل ده له علاقة باللائحة اللي هي 107 اللي كانت صدرت بقرار وزاري قبل كده؟ أستاذ سيد مصطفى مدير تحليل الأهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، مساء الخير يا أستاذ سيد. مساء الخير يا أستاذ شريف، أهلا بيك. يعني كلنا أذان صاغية، هذا القرار هل هو سبب مشاكل لفظية يعني ظهرت وبالتالي الوزارة بتستبق بإجراءات وقائية إن صح التعليم إن صح التعبير؟ أستاذ شريف، لو احنا اتكلمنا على موضوع لائحة الانضباط، هي الوزارة بتفكر من فترة طويلة من أيام الدكتور محب الرافعي وعمل لائحة صحيح تتعلق عشان لضبط العلاقة ما بين ولي الأمر والمدرسة والطالب والمعلم بتاعه، كل الحاجات دي، حتى هو حط درجات للحضور والانصراف والانضباط في داخل المدرسة كانت 10 درجات وتم رفضها من قبل مجلس النواب. واخد بالك الدكتور رضا حجازي عشان كان رئيس قطاع تعليم عام وايده في العمليات التعليميه وكان معلم قبل كده، درستك ففاهم كويس قوي يعني ايه انضباط داخل مدرسه، يعني ايه كيفيه التعامل ما بين الطالب والمدرس بتاعه. عظيم. لان العمليه دي انهارت يا استاذ شريف الفتره السنوات الاخيره بشكل كبير جدا، لدرجه في اعتداءات من الطلاب على المعلمين واعتداءات من اولياء الامور على المعلمين. فالدكتور رضا عايز يحفظ كرامه المعلم من خلال لائحه قانونيه تحدد على حتى المدرس اللي هو هيخرج عن الاطار اللائحه ستعاقبه. صحيح. واخد بالك؟ فاي حاجه قانونيه يا استاذ شريف بتحدد العلاقة ومحددة وواضحة بتظبط العملية، بتظبط أي علاقة. إنما لما تترك بشكل عشوائي، الفترة اللي فاتت أنا مش عايز أقول لساتك، كان لما بيحصل مشكلة ما بين طالب ومعلم كانت الطالب ينتصر على المعلم. لا خلاص، دلوقتي في حقوق وواجبات، كل حد له حقوق وعليه واجبات يؤديها في إطار هذه اللائحة اللي بتضبط العملية التعليمية طبعا وتعاقب المخطئ يعني، وغير مقبول ان حد يخرج عنها يعني. خلينا يعني نخصص استاذ سيد لو اذنت لي حلقه خاصه لهذا الامر مع بدايه العام الدراسي، لان احنا محتاجين نوعي اولادنا. الفتره الاخيره السوشيال ميديا اخذتهم، ويعني الحقيقه مش عايز اقول سواءت اخلاقهم، لكن ما خلتش فيه قدر من الانضباط ولا احترام لكيان المدرسه ولا للمعلم، وبالتالي احنا محتاجين نوعي في هذا الاطار. فان شاء الله حضرتك تشرفنا ونعمل حلقه عن هذا الموضوع، وانا بشكرك على هذه المداخله السريعه والضفيه. شكرا جزيلا استاذ سيد مصطفى رئيس قسم التعليم ومدير تحرير الاهرام المسائي. بشكر حضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، زي ما وعدناكم بعد الفصل الزميلة شيرين التايب.